في ناس مفكرين انه استغلال ميلا كرمال مصاري على المشاهدات. لا مرحبا، واضح اسمي إيمان حمدان، أنا وميلانا منصور على السوشيال ميديا ومعروفين على بيج أمونا كويزين. تعمين شو بدك تحضري لنا اليوم؟ ترمسو؟ أول فترة كان يعني لعمر الأربع شهور كنت عم صور لحالي، وأحياناً اضطر أحمل ميلا. إذا بتشوفوا بالفيديوز اللي عندي قبل ما توعى ميلا وصور معها، اضطر احملها يعني بهيك مقاطع صغيره لانه تكون مثلا فائقة بدها شيء كذا، فاحملها شوي والناس يصيروا يقولوا لي انه فرجينا وجهها، فرجينا ميلا. انا راديوغرافر دارسه بجامعه لبنانيه، بس طلعت فكرة السوشيال ميديا فكرة الطبخ لأنه أنا كتير بحب الطبخ، بحب أكل حتى لو أنا ضعيفة. أنا ماني شايف ودايماً هيك بقول على الإنستغرام للعالم أو على السوشيال ميديا بشكل عام. رائع، أكثر من رائع، فنان. فقلت إنه خليني أتسلى وهيك إنه أعمل فيديوز على السوشيال ميديا بما إنه عندي وقت. بدنا نحضر اليوم. كنت حابة أكسر الروتين بالفيديوز تبعي وأعمل شي جديد، فاجت الفكرة من أنه كان عندي بلوبيري بالبراد وكنت حابة أعمل فيهم شي قبل ما ينتزعوا، فكنا أنا وميلا لحالنا وبدنا نتسلى، فقلت يلا هات لصور فيديو أنا وميلا ونصور الريسيبي، نعمل كيك. عملت كيك الليمون بالبلوبيري وصورت ميلا، يعني أنا وميلا عملنا الكيك. فهيك يعني هي طلعت الفكرة ما بين أنا عم فتش على شيء جديد وما بين إنه سايقة بالصدفة. المشاهدات هايدي أبداً ما بتجيب مصاري، عشان في ناس مفكرين إنه استغلال ميلا كرمال مصاري على المشاهدات. لا، السوشيال ميديا إنستغرام فيسبوك تيك توك ما في ربح على المشاهدات بالبلاد اللي أنا عايشة فيهن، إن كان بتنقل بين البحرين أو لبنان. فإذا بدنا نحكي عن ربح بيكون هو من الإعلانات اللي بنعملها، وانا يعني الكل شايف صفحتي اعلانات يمنا كثير. طيبه، اخترت اني احط بنتي حد وبنفس الوقت اعمل شيء مميز لإلي ولبنتي، يعني خليت بنتي بحضني، عم تكبر معي، عم نكبر سوا، عم نعمل شيء حلو مميز. كل الناس عم تحكي بهيدا الشيء، فأنا بالنسبة إلي إنه اللي أنا عملته هو شيء كتير حلو. الحمد لله، يعني ميلا صار عمرها سنة وشهرين لليوم، نحن بنصور من عمر الخمس شهور. الحمد لله ما انأذت، ما صار عليها شيء، وإن شاء الله ما بتنأذى. أحيانا الحياة بتعطيكم فرصة من ولا شيء، يعني أنا بشوف إنه فرصتي أنا وميلا بلشت من فيديو كتير صغير، من حبة فاكهة، من هون بلشت. فأحيانا بتعطيكم الحياة فرص ما بتتوقعوها، فدايما الواحد لازم يشتغل على حاله، لازم يضل يجرب، أهم شيء إنه ما نيأس، وآخر شيء مثل ما ربنا كاتب بده يصير. بحبكم كتير أنا وميلانا، وبدنا نقلكم باي. Bye!